بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في حفظنا في الله، أنتم ملهمين جدا، أشياء ما كنت أفكر فيها بدأت تظهر لي حتى يعني أخبر إخواني في الله، أصغر مني أو مثلي أو أكبر، رجال أو نساء، كلنا إخوة في الله. إنما المؤمنون إخوة، نحن إخوة، نعم إخوة، مثل أخت أخ لي، أنا كذلك أخ لكم، فكل المؤمنين إخوة. ربنا قال إخوة، الإخوة ما يتباغضون، يتحابون ويظنون الحسن الشيء الطيب في بعضهم البعض. هذا المؤمنون، مؤمنون بالله، بأن هناك خالق مدبر، لا علاقة لهذا بدين. إيمان بالله، ممكن أي إنسان يؤمن بالله خلاص هو آمن بالله ويعرف أن فيه إله عظيم ومدبر للكون وكذلك مدبر لحياته، هو آمن بالله. في الآخرة هناك شأن، حساب آخر. فلذلك الله يحدثنا كل لحظة وآن، يحدثك من هو أقرب إليك من حبل الوريد. فلذلك ليس في حديث أصوات، لا حديث آخر، لكن المشكلة أنك ما تدرك، لا نقول تسمع، ما تدرك هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنك أنت ما فعلت الحساسات، تكون حساساتك عالية، منتبه، يقظ، واعي، مفتح، ولا يحصل على هذه الحساسات ويكون الواحد مفتح وواقي، يقظ واعي، وهو يفكر في يعني شؤونه، كيف هذا أجيب هذا الأمر، وكيف أتجاوز هذه المشكلة، وكيف أفعل. هذا مسكين، المؤمن لا يفعل هكذا، المؤمن يكل الموضوع للعظيم، للكبير الذي أقرب إليه من حبل الوريد، ويطمئن ويثق أن هذا سينجيه الله وسيخرجه مما هو فيه ومن كل كرب، بألفاظ، ألفاظ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم ناس يقولون ولا تفرج كروبهم، ليش؟ لأن الأصل الإيمان بالعظيم الكبير، وأنا عبد له وحده، ها، وبدون حماس لسب الآخرين ونشتم، لا، المؤمن عباد الرحمن الذين يعني يمشون في الأرض هاونا. أنا عبد الله، إذن أخاصم العباد؟ لا، أحترمهم لأنهم هم كمان عبيد لله، أدركوا أو لم يدركوا لا شأن لي. فالله يحدثنا، كيف يحدثنا؟ ليس كحديث الأنبياء، لا، حديث درجة يعني على قدر حالنا نحن العوام. أما درجة الأنبياء عندهم الوحي، وكذلك موجود عند غير الأنبياء من الكبار، نحن المساكين غير، هذولك عندهم الإلهام، مفتوح الإلهام والحجز والبصيرة. فلذلك نحن عندنا في خاصية لكل البشر، مؤمن وغير مؤمن، فاعل خير أو فاعل شر، لكن تكون حساسات كويسة، يفهم، يلتقط، يكون واعي. طيب، السيارة الآن نختار حسب قوة يعني احتياجنا للأمان، نختار سيارة فيها يعني وسادة هوائية احتياطا، لو مثلا جاء حادث تأتي هنا وتمنعك أن تضرب برأسك في السيارة وتتألم. كذلك يكون فيه يعني وسائد من اليمين من اليسار، إذا واحد يبغى أمان أكثر يضع زجاج ضد الرصاص، يكون آمن جوا في الأمان.
هذا شغل الحساسات ها، حصل كل الفوائد التي في السيارة بقدر استطاعت. والآن في حساسات في السيارات تبين يعني إذا خلفك سيارة جات تبي ترجع للخلف تعطيك إشارة أو تعطيك لوحة أمامك تبين هذا سيارة خلفك. أنا ركبت مع واحد عنده سيارة كان إذا في موقف هو يرجع للخلف إلى اليمين فيه مثلا قط أو كلب يمشي تأتي الصورة أمامنا صورة الكلب في كاميرات في كل جهة حساسات يعطي إشارة أن هناك كلب هناك حجر انتبه يضرب في السيارة هناك يجيب صور ومن الأمام على اليمين على اليسار. إيش هذا أمان أكثر يريد الأمان الأكثر. أنت هذا خلق الإنسان صنع الإنسان فكيف يصنع الله أعطاك أقوى من هذا كله وأعطاك القوانين الكونية ها؟ قوانين القرآن كل قوانين كونية ليست للإنسان المسلم فقط للكون كل الكون البشر اللي على الكون قوانين كونية. عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن الرحمن خلق الإنسان خلط قال الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان بعد القرآن الإنسان علمه البيان. فقبل الخلق الإنسان القرآن موجود الكتالوج قبل أن تتم الصناعة هكذا كل الناس يفعلون. فربنا خلق جعل القرآن يعني قانون كوني للأبد وقبل خلق الإنسان. فنأخذ لنا شاهد على حديث الله للبشر غير المستقيمين حتى نأخذه يمشي على الجميع. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في قصة قابيل وهابيل قتل قابيل هابيل فلما قتلوا احتار هذه جثة هامدة أمامه ماذا يفعل فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض بعث الله حدثه وهذا حديث عملي يعني مرئي أمامه زي الفيديو جاء الغراب أمامه وعده مقتول وينظر ماذا أفعل فيه الآن ما في تجربة سابقة ما في خبرة ما في علم. فالله بعث الغراب وجاء أمامه يبحث في الأرض هل في غراب ثاني ميت ثم أدخله في الحفرة مو مذكور إلا في الكلام الناس وفي الروايات ما لنا ما نبحث عنها مقصدنا شيء ثاني لا نتشتت مع القصص والروايات والأصح والضعيف لا نقول بعث الله هذا الغراب وبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. ليريه من هو الله أو الغراب ليري الغراب قابيل كيف يواري سوءة أخيه أو ليري الله الغراب ما له شغل يبحث في الأرض مأمور بعثه الله قال له ابحث هنا ليري الله هذا الرجل كيف يواري سوءة أخيه. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. حساسات اشتغلت ما جلس ينظر ولا ضرب الغراب بالحجارة وطرده من أمامه قال هذا يعلمني كيف أواري سوءة أخي أنا عجزت أن أكون مثله. هذا قاتل تمام. فأنا كتبت هنا ملاحظة كذا ولكنها هربت. فالمقصد من وراء هذا الكلام إيش هو؟ شغل الحساسات كن يقظ ولا يسكن. ليس كل شيء يحدث تفسر أنت لا التفسير يأتي من القلب لا من الفكر. فلذلك إذا رأيت شيء وجاء في القلب السكينة والطمأنينة والاندهاش ما هذا الذي يحصل هذه الرسالة هذا إخبار من الله عز وجل. وإن شاء الله نتطرق لهذا مستقبلا بتفصيل أكثر الفرق بين الأصوات الداخلية.
لكن هذا قد يحصل حتى تفعل الحساسات، قد يأخذ منك شهور، بس يكون في بالك أنه في عندك حساسات، في عندك يعني يقظة وعي مع من؟ مع الخالق جل وعلا الأقرب لك من حبل الوريد، يضع لك أمامك إشارات. ها؟ إذا جاتك عقبة حريص عليك حب شديد أشد من حب الأم، بس أنت شغل الأجهزة اللي أعطاك الله وكونها فيك، مثل ما صنعوا السيارة وضعوا فيها هذه الأشياء، أيضا أنت وضع فيك كل شيء، كل ما تحتاج. ها؟ كل ما تحتاج. من فين اخترعوا المخترعات؟ كلها من القوانين الموجودة على الأرض. الجاذبية، صاروا صنعوا المصعد، كفة فيها صندوق فيه الرجال يدخلون، والكفة الأخرى فيها أثقال حتى يكون سهل الطلوع والنزول، ويوزنون العدد الموجود هنا مع الأثقال، ويضعون يعني قانون أخذوه من الجاذبية. كذلك قانون أخذ الطيران، رأوا الطير كيف يطير، أنواع الطيور الصغير والكبير والقوي والضخم، وكيف يتعاملون مع الهواء من المخلوق، استدل على القوانين. ونحن جعل القوانين أمامنا في القرآن لو نركز كل شيء فيه. فالمخلوق صنع في السيارات وفي الطيارات ها هذه الأشياء لأخذها من القوانين الكونية. ها؟ فالله سبحانه وتعالى جعل فيك أنت عدة أجهزة، ونفخت فيه من روحي. أنت لست كالحيوان، الحيوان مخلوق، ولكن أنت تصنع طيارات، تصنع عمائر ضخمة. مسكين الحيوان لا يستطيع يتقي البرد، أنت فكرت يتقي الحر كيف؟ ما يستطيع. أنت جبت مكيف حتى يغير الهواء الحار إلى بارد. هذه إمكانيات، ولكن في إمكانيات أعلى اللي هي مثل الحساسات هذه. شغل جو اليقظة والوعي لما حولك، لا نكون مثل البهائم بس نتجه ننظر وعينا إلى الأكل إلى الشرب إلى شهوات، ووعينا كيف نحفظ أنفسنا من الأذى من الآخرين، يكون عندنا حذر، يمكن هذا ناوي كذا، يمكن هذا ناوي كذا. لا، كن في جسمك مثل الملك في سيارته، مجهزة بضد الرصاص، مجهزة بالحساسات، مجهزة بالاتصالات، مجهزة بكل شيء. الله جهزك أكثر من كذا، نعم أكثر. عشان كذا جاب لنا قصة واحد من مخلوقات الله، من البشر، اسمه سيدنا إبراهيم، ألقي في النار فكانت بردا وسلاما عليه. كيف الجسم لا يصيبه الحرارة الشديدة هذه؟ ملابسه احترقت، لذلك هو أول من يكسى يوم القيامة، لأن الله قال كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كوني بردا وسلاما عليه، ليش؟ هذا شغل الأجهزة عنده، اتصال قوي مع الله سبحانه وتعالى. اللي متصل بالله أحد يقدر عليه؟ أنت لو كان مثلا أنت أو أنت إذا كان لك اتصال بالفلان مستوى كبير، اتصال شغل، لو قهوجي عند الملك مثلا تلقى يعني محترم. هذا بالعكس، نحن نتودد إليه حتى يمكن يساعدنا في وساطة هنا وهنا. أنت غير، أنت صنعة الله العظيم، وأنت عظيم. لكن لما الإنسان يوجه من الصغر وتراكمات قديمة لمئات ولا ألوف السنين توارثناها، أنه أنت محدود ضعيف، ليش؟ حتى يهيمن الناس آخرون عليك. إذا شفت نفسك قوي لا أحد يهيمن عليك. لا يضركم ضرر بسيط من ضل إذا اهتديت، أنت كن مضبوط ولا تخاف من أي شيء. النار لا تؤثر فيك، والبرد لا يؤثر فيك. ما رأيكم إن شاء الله تسوي تمشية في 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 جوجل وتبحثون عن رجل الثلج، دخل موسوعة جينيس أكثر من مرة، أكثر من 20 مرة،
في إيش؟ في تحمل التلوج، يضعونه شبه عريان ويضعون عليه التلوج ويضعون الأجهزة. هل يتجمد؟ يجلس وقت قياسي مرة 5 دقائق، ما حد سواها. بعدين سواها ناس، سواه 10 20 30، إلين صار قريب من الساعتين في التلوج متجمدة، ولما يخرجوه يجدوا ما في شيء، ما في لا مرض ولا، بس عكس مسرور. قالوا أنت فيك خاصية خاصة مكتوب في النت، تبحثوا. سوى ماذا عمل؟ درب 10 أشخاص على الطريقة، تنفس بس، تنفس وخروج من الاتصال بال 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 بالخلق، هذول اللي يضروا. ها؟ فايش صار؟ 10 كلهم سوى عليهم اختبار، نجحوا. فأنت عندك قدرات هاي، لا تستهين بنفسك، عظيمة الله حطها. رضيت تكون محدود على حسب الجسد؟ خليك محدود، تحمل اللي يجيك. لا تقول لماذا أنا هكذا، لماذا أنا هكذا. أنت في الدور الأرضي، بيت كبير في الدور الأرضي، صراصير وسخات وروائح، ها؟ وتحمل أشياء. ولكن إذا صعدت الدور الثاني، ها؟ أنت تنظر للصراصير من بعيد، أنت ارتفعت شوي، يمكن حشرات، يمكن في كمان ثعابين، أي شيء. صعدت أكثر إلى 10 5، تصير بس تنظر إليها ما بعيدة، ما تأتي إليك. فهكذا إذا أنت أردت، ها؟ كن كما يراك الله. الله يراك عظيم، عشان كذا قال المساجد للملائكة إيش؟ إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا تجعل فيها من يفسد في الأرض، يعني يفسد ويسفك الدماء ويسوي كذا. قال أعلم ما لا تعلمون، هذا خلق أنا عارف، وما راح يصير بطل كذا، أعطي في إمكانيات. هل السيارة الفلانية اللي قيمتها بسيطة مثل السيارة التي قيمتها ملايين؟ هذا مجهز بشيء وهذا مجهز بشيء. فهذا ما يعني أردت أتكلم فيه. الله سبحانه وتعالى يعني يعرفنا، يعرفك من أنت، من أنت عند الله، من أنت. لكن عند الناس من أنت؟ ضعيف مسكين، يعني يخاف من الأسد، يخاف من أي شيء، يقع يتعور أي شيء. شوفوا قصص الصحابة مو الأنبياء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه. إن شاء الله نستعد أننا نشغل الحساسات، نفعل القوى الموجودة فينا، وإن شاء الله نكون سعيدين في الدنيا والآخرة، ولا نهاب شيء ولا نخاف أي شيء، وكذلك نكون في الأمان، نعرف لغة الله كيف يتكلم معنا. يحصل شيء في الشارع وروحك التقطت، ما يكون أي شيء يحصل هذا هو من الله، هو من الله. السلبي أكثر في هذا الزمان، وفي الشوارع، في الطرقات، في البيوت، في كل مكان، في العائلة الواحدة، ما تلتقطه الروح، تحس بسكينة، في طمأنينة، يلفت انتباهك، ها؟ يلفت انتباهك كلمة من واحد يكلم آخر، مو كلمك أنت، يصرخ عليه يقول له كذا كذا، أنت لقطتها في الداخل روحك، هذه رسالة. ما تنفذ فورا، تقول الله إن شاء الله يحصل شيء لي خير ويمنع عني شر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.